ومن الفوائد أنه عز وجل هنا أتى كما قلت بالأمس، أتى بالجملة الإسمية، هم في شقاق. انظر هذه، تأملها معي، مما يدل على خطورة الإعراض عن دين الإسلام. يعني لو تأملت هذه الجملة، فإن تولوا فإنما هم في شقاق، فإنما هم في شقاق. أتى بكلمة إنما التي تفيد الحصر، يعني هؤلاء لا يحصر عليهم إلا بحكم واحد، ما هو؟ الشقاق. لأن كلمة إنما تدل على الحصر. الأمر الثاني أنه أتى بالجملة الإسمية التي تفيد الثبوت والاستقرار على أن هؤلاء مستمرون وثابتون على الشقاق والنزاع. الأمر الثالث أنه قال في شقاق. انظر، لم يقل فإنما هم مشاقون لك، قال فإنما هم في شقاق، يعني أن الشقاق قد أحاط بهم، فكأنهم انغمسوا انغماسا كاملا في هذا الشقاق. وإذا حصل الشقاق والمخالفة والنزاع، فإن كلمة الشقاق تدل على أنهم ماذا؟ أرادوا أن يشقوا عليك. ومن أراد أن يشق عليك فلا تأمن أن يعتدي عليك، إلا بلى، فلا تأمن. ولذلك ماذا قال؟ فسيكفيكهم الله، إن تولوا فإنما هم في شقاق، ما أرادوا إلا المخالفة والمنازعة، وأرادوا أن يشقوا عليك، وإذا أرادوا أن يشقوا عليك فسيسعون إلى ماذا؟ إلى أن يؤذوك. وإذا خفت من ذلك أو ظهر لك شيء من ذلك، فسيكفيكهم الله.